فأنبه، البارح سئلت عن رياضة النساء، قلت رياضة النساء تجوز في حدود، لأن عائشة رضي الله عنها تسابقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يكون هذا في بيتها داخل بيتها ويكون في محيط أسرتها، أما أنها تذهب إلى برامج معدة لرياضة النساء في المدارس أو في الخارج أو تحضر اللي يسمونها الموبياد أو ما أدري وشو، هذا حرام لا يجوز. نعم.